في قناة حنفال عسلامة ومرحبا بكم. موعد جديد مع زوم جي سي سي وين نواكبوا لكم الدورة 24 لأيام قرطاج سينمائية. حلقتنا اليوم باش تكون متنوعة وفيها العديد من الفقرات. هات نشوف شنو عنا. خميس عشية هو فيلم يتعرض اون افون بروميير مونديال. خميس عشية فيلم لمحمد دمق، صحيح اسمه خميس عشية لكن تعرض خميس في الليل. هات شوفوا مع هيلا. هكا اورغانيزاسيون معناها مش هكا سينما باش يولي سينما معناها ديما في تونس معناها اورغانيزاسيون اكثر سينما بدز ولات في تونس اما نحسها مع الاورغانيزاسيون معناها الافلام زوزو ورا بعضهم وما فماش وقت باش العباد تخرج وناس الاخرين يعاودوا يدخلوا ساكر ما فماش وعباد تستنى والفيلم الاخر بدا مخر دونك شوفها مخر والعباد جات في وقتها قاعدين يستناو على ربع ونص نتاع العشيه فماش حتى ديك الجمله وتو هيك تشوف نفس الحكاية معناتها فوت دورغانيزاسيون ما جو سي با فماش نظام فماش فما ترى هكا يخفوا قداش بعد يجي يقول لك سي سكرنا بس سي با العباد واقفة الصف مازال حتى شي برا هذه حتى ما شفتها في حتى بلاد في العالم ناس تدخل ناس تدخل مش نورمال غير عادية لا تنظيم لا عمل لا كيفاش احترام للناس لا احترام للضيوف لا حتى شيء شنو هذا؟ اورغانيزاسيون زيرو، كان جاي ماتش دو فوتبول ما نجموش يدخلوا عباد بشويه ويخرجوا عباد بشويه. يمكن في استاد ولينا انظم من هكا. وحداها الكوره ولات مش نحب الكوره انا. شوف تاريخ النظام تاع الكوره كيفاش شنو هذا؟ هذيك تونس معناها. لا اورغانيزاسيون. اه فوالا شوف. صدقني كان واحد يبدا طفل صغير ولا حاجه يموت ما بيناتهم شنو هي الزحمه هذه؟ اسو بوان فماش شكون يعمل اورغانيزاسيون عباد نصلي على النبي تونس فرحانه وبرشا عباد الاورغانيزاسيون زيرو 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 نجم يموت حتى ولا هنا في الصف. واحد يقول ربي يدوب علينا هالنعمه. اي بيان سور ان شاء الله ان شاء الله ديما نشوفوا هكا معناها الشعب التونسي يحب السينما وذاك كراود كيف هكا وبالدز. كي راه هكا قدام الواحد. سي ان بو ديزولون مي بون. ان شاء الله على قد الحضور هذا الجماهيري المميز كثيف عجبتك كثيف ولا لا؟ كثيف تبدا نفس الكثافه في القاعات العرض التجاريه باش على الاقل المنتج يرجع فليساته ولينا كاينك نقولوا في تونس سينما نقولوا جي سي سي هكا هو هذاك اللي فما تو ترونجي بحذايا من امريكا قال لي احنا هوني 15 مليون ما نعملوش هكا قلت ولا غالب هذاك اذا ما نعملوش هكا راناش في تونس انا قلت لهم انا حقيقه فريمون جي سي سي قصيت فيه يزي انا على الاقل عرس منظم خير زحمه يا دنيا زحمه زحمه وتاهوا الحبايب زحمه ولا عادش رحمه مولد وصاحبه غايب يا نونغومون معناها على الافلام التوانسه الجمهور يحب يشوف الافلام التوانسه وفي الجي سي سي تلقى عرض الفيلم في قاعه واحده احنا تبين انه ما احناش دوله مؤسسات مربوطه بالاشخاص ما نحبش نحكي على شخص معين ولكن الاشخاص هذو نفسهم اختاروا افلام باهيه موجوده في الدوره هذه ولكن ثم كوارث اخرى وقله يعني اعتناء ولا مبالاه ما تغفر لهمش. بو على اخوه كبار وصغار نساو عزيز انا تخنقت بالحق انا تصور انت ألف واحد خارج وألف واحد داخل ما ثم حتى شيء لا ثم لا امن لا نظام لا حتى شيء يا ريام ما يسالش ما نكونوش معناتها قاسين ياسر مع الببليك خاطر هو رونديفو في العامين دونك سي نورمال كيل يي سيت انغومون بوات برودكسيون اللي عامل فيلم مسيب 300 انفيتاسيون كيما هكا والجمهور تبارك الله شوف شارع حبيب بورقيبه ايش باش نعملوا لهم هذا تو وبعد يقول لك خل تنظيم من شكون؟ نقطة استفهام صدق نقطة استفهام يا اختي السالة قداش ترفع؟ ترفع 1200 عندنا 400 كما قلت لك عندنا 400 ابوني ولي بادج وزيدوا 300 فيتاسيون والمواطنين خاصين تسكرهم 400 وش حطوهم هذوك اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا
كنت دزني دزك مع الخلق. لا ما دزيتش، ما كنت مع اللي دزوا. دزيت على خاطر سينما؟ لا ما دزش، ما جيت باش نتفرج في فيلم، لان نعرف انا نحب فتحي الهداوي ونحب نكتشف السينما. كان الفيلم هذا يعاود يخرج في السالة ما يجي حد، خاطر العباد فيه اللي كانوا عرس، مش على خاطر الفيلم بالذات. الزحمة هذه ما نعرفش علاش مراوها، كان في جي سي سي علاش مراوهاش في سير الأيام، يا ندرى العيب من التوزيع ولا العيب من المستهلك اللي مستهلك مناسباتي فقط. علاش ما نشوفوش الجمهور هذا في عام كامل؟ عندنا ناس تحب السينما، ناقصها تنظيم القطاع نتاع السينما يتنظم ونرجعوا كما كنا قبل، على خاطر مشاهدة متاع فيلم سينمائي في قاعة مش كيما المشاهدة متاعه في قناة التلفزيون. عسلامة خطسان. صرفة فكي خالد من اللي ما تتبقوا وتم ضربوا عليها. خوك ريتو في النهار تخلوا خرش في السارة زوز في الاجهة تسكتوا وحق دوسية تلففوا بسكوتش. خطسان تاريخ مش في بالك أنا. ما مش في بالي شيء، مش في بالي ما بصرفت بو، هو سرق أمه وتم تسرقوه نرمال. نو أنا عندي اقتراح. اقترح تفضل. نعملوا جي سي سي في ستاد رادز. نعملوا جي سي سي في ستاد رادز. علاش لا ولا باهي. ستاد رادز اوكي نفوتي معاك. ستاد رادز نقطة استفهام. زعما قاعات سينما اللي نتاع 2012. واش خص؟ كان يبدا حتى بعد المهرجان اقبال هكا على الافلام التونسية. ان شاء الله نوصل النهار هذاك نولي نشوفوا افلام عملاقة في شاشات عملاقة في ستاد رادز، علاش لا؟ واش خص يا ريت؟ نتمنى لو كان ستاد رادز يكون بالحق في شاشة عملاقة والناس تدز هكا كيما دزت باش تمشي تتفرج في كورة. في ستاد رادز واش خص؟ معناتها كان يولي الاقبال على السينما كيما الاقبال على الكورة. هذاك نهار السعد كيما يقولوا. بالطريقة هذه فضيحتها أكثر منها من فرحتها، والله العظيم. بوركينا فاسو يعملوا في الاستاد. إن شاء الله احنا كيف كيفهم زاد نوليو في الاستاد. هو بسو معناها. أما نصورش يتعب. لا سعباس. خاطر توانسة ينفعوا في زعما يبدلوا رأيه، ما تخافش. معناها تعودها الجمعة الجاية ما يجيوش العباد. إيش بيه؟ إذا كان الكرة ثقافة، إيش بيه سينما ما توريش ثقافة زاد كيف؟ ثقافة إنه نمشيو الاستاد ونحضروا الدخلة ومن الصباح نحلموا بالماتش، نحضروا الدخلة نتاع الاستاد ونحضروا العيطة والغناء. كيف بون العيطة والغناء والفلامات في السينما صعيبة شوية. كان صحة البيعة من غير ما تخمم على الزربون تتلافي هنا كيما العادة. أنا أكد الشعب التونسي يحب السينما يحب الثقافة، تعمل له في رادس صدقني يعبي رادس ويعبي الجازون. لا كخير عاد لازم استاد رادس، لازم السينما كيما كوليزي هكا ولا نعملوا دو بروجيكسيون تروي بروجيكسيون هذا بينا حتى للصباح. مش مشكل، المهم العرس يكون متواصل. سقط في الوقت نقل تشوف تشوفها غمة ربها تعالى الوسط اللي فات كاو طول السيناريو في البلد استنينا شوية بتاع السيزون بتاع البلد من بعد ربيع تاني. فلوس ما عادش تدفع، انا قوم بالواجب بتاعي واكثر. عطيتكم مرة فوق مدى حوايجي ربي كثر معاك. خميس عشان عادي وخميس في الليل وعادي وخميس صباح وعادي وخميس قايل. المهم خميس من الصباح حتى نص الليل كله خميس. هذا اللي تحب له الجمعة كاملة. خميس عشية خميس ليل خميس صباح حاسيلو للصباح. إن شاء الله السينما التونسية نشوفوها كل يوم خميس عشية وخميس ليل. يزيني من اللي جدموا على الخميس وجمعة والسبت ذكا هو خميس عشية وتفرجوا فيه، وكان عجبكم قولوا عجبكم، وكان ما عجبكمش يقولوا ما عجبكمش. اسكو لا كاليتي نتاع الأفلام تمشي مع هذا الكل؟ اون اسبير اوكي. بوركوا؟ Il fait trop chaud, c'est trop loin. Il fait pas trop chaud pour toi, il fait trop chaud pour moi. C'est trop loin pour moi, pas pour toi, je suis guérie. C'est pas terre d'islam ici. Moi je suis ta femme. T'es pas là pour la terre d'islam. Tu es mon mari. Je me calme pas. Je me calme pas. Pars-toi.
برشا حب للسينما. حبينا نفرح برشا. بيش فرحانة نحب نفرح بيش فرحانة. شيء ما يفرحش هذا. ما تقدمناش حتى طرف. أنا غير قاعدين نمشي. يفرح. يفرح. من دام الجمهور جاي نفرحوا. مش هفرح بركة يقول فما زردة هون. كيفاش نجم تكون فرحان في ظروف كي من هكا؟ حاجة ما تفرح حتى حد. بعتقد هذا المنظر هذا ما تشوفوش بالكبير بالدول العربية. هذا الزخم نتاع العباد والتعطش نتاع المواطنين التوانسة والمشاهدين التوانسة يدل كونه معنا ثقافة فعلا ما زالت بخير رغم الثورة رغم كل شيء ما زالت بخير ما زالت قدام تصور. الحقيقة ما كنتش نتوقع الشيء هذا. دولية للأفلام القصيرة كنا اكتشفنا الصلوحية طلينا من نافذة سألنا على الصديقات وهذا الكل كان مع فيلم الثلاثي في البروجيكسيون تاع نهار الأربعاء نتفرجوا. الفيلم قصير هذا يتحدث على حال الشباب في الجزائر. أنا ما نقولوش كل شباب، من فئة من الشباب يعني اللي يعيشوا في النواحي الجزائر ولا كل نواحي لي بونليو لي بونليو دي غراند فيل الجزائريان اي سكي سوفر ان فان كونت باسكو سي با اون في فاسيل بور لي جون. كيفاش ما بغيتش تضمن جوتاني مو دا طناش ما تجيش دو باش غير تتا الصباح بور دو شونتي ولينا حكايه الشونتي تاعك. المدير واش راك طمان كنت قرايا كنت ديبلومات قلت لك خذي لي طاكسي وكي خلي لك طاكسي باش نعرف نعيشو بلا روتين تاع النيجيريا ياك هذا البرويطه اللي غادي تسد وانت حسين تاع خدمه ما عنديش ما بالدار نمشي فيك تاع طاولي لو كان تحبس هذا الراجل نتاع الدخان ومانيش عارف واش داري قادر تشري بابو. Mais en fin de compte, ce n'est pas un film rien que sur le chômage. C'est toute une condition de, du jeune, de l'oisiveté. Ouais, c'est vrai qu'il fait aussi le chômage, mais aussi la mal vie dans toutes ces dimensions, en fin de compte. Ça ne se limite pas qu'au chômage, en fin de compte. Sur, on part pas dans un autre pays, on ne cherche pas à partir dans un autre pays, parce qu'il n'y a que le chômage, en fin de compte. Mais c'est un tout, c'est une histoire de liberté, de, et oui, du chômage aussi. Madame Michel-Franc, كيف جاء الدرس هي الفكرة أنه هيدا النهار لهيدا الامرأة اللي بالفيلم هو نهار كتير مهم لها لأنه بتنسى تاخد فيه دواء بتاخد فيه الدواء يعني كل يوم عندها روتين بس هيدا النهار بيتغير كل شيء بالروتين تبع حياتها فمشان هيك أنه سابت هيدا النهار كان بالنسبة لها غير من الأيام الجمعة. Seulement 15.
TU est un terme en anglais qui veut dire 20 feet equivalent to it. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain matin à 9h. C'est trois copines d'enfance qui font face à Djibouti. Il y a cette plante qu'on appelle les cats, qui donne des effets stimulants, euphoriques, et que beaucoup de gens là-bas consomment. Alors, c'est ces trois copines d'enfance et l'impact que ça a dans leur vie, qu'elles consomment ou qu'elles ne consomment pas. بالنسبة للأربع فيلم اللي كنت أتفرج فيهم من هو اللي ترشح يكون في المرتبة الأولى نقول بخمير الألجيريا دوكيومنتير ما نجمش نقول لك نجمش نحكم حاجة معناتها اللي كل سنة شو الرأي بتاعه أي بالنسبة اللي كنت نهو بالنسبة لي أنا من الأربع باهية حتى الأساتذة تظهر عندهم باي في الجي سي سي ومش باي وبرا على خاطر نقاوم مشاركين في الكومبيتيسيون اوفيسيال انترناسيونال. الأستاذ هو ثاني فيلم تونسي مشارك في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة. وبعد الضرب على الوتر العربي مع مملكة النمل نلقاو الضرب على الوتر التونسي مع الأستاذ. كالعادة الجمهور كان في الموعد ودزني وندزك وبرا تلحقش على بلاصة. زعم الأستاذ طلع معلم هيد نشوفه. الكوليزيو هو أكثر بلاصة أمورها واضحة في الجي سي سي. عاد كل شيء لعينيك مدى أختي هلا دي كل شيء سمح لي صوتي تعب برشا اللهم صل على النبي الجمهور تعبنا برشا كل شيء منظم مدمي أن فما ناس واقفة أولاد الميدان بحول كل شيء يتعدى لاباس بحول الله. هو الجمهور كيبدا حاضر ما يتعبش كيبدا غايب يتعب. وحاضر يتعب وغايب يتعب كيبدا الجمهور مش واعي يتعب كيبدا الجمهور غايب. يعني كما قلت انت هاك حاضر يتعب وغايب يتعب. نحب نعمل رومارك صغيره على البروبليم تاع لي تيكي تاع لوغانيزاسيون. بالرسم فما عباد عندها ديزونكاجمون تجي في اخر وقت ترقى الكيشي مسكر ترقى بروبليم ترقى سيرشارج هنا العباد معناها مشكله معناها في الدخول معناها تحكي معايا يقول لك سيرشارج سيختو الافلام التوانسه معناها سيرشارج برشا معناها هذه بروبليم معناها هذه لازم فوا معناها البارح واليوم صارت له واحد يخدم يروح يجي يتفرج فيلم يرقى التيكي يرقى الكيشي محلو قال شنو هي السيرشارج وفرقينا معناها بلايص في الصاله فرغين معناها فهمت منين جاي السيرشارج عندي مساج للبوبليك ياسر تصفيق حسيت روحي نتفرج في خطاب الوداع نتاع بن علي أنا حزين على خطر الأفريكا مسكرة ويعملوا في مهرجانات متاع سينما يكذبوا على الناس ما ثماش سينما ما كرمش تعمل المهرجان والصالات مسكرين والدنيا تحزن في البلاد بعد ثورة ما نجمش نتكلم خاطر كنت نتكلم نترشق على تلفزتكم وعلى بلادكم كلها وبلادي على خطرنا أخيب منا ما ثماش كنا في الدكتاتورية خايبين زدنا خيبنا بعد الثورة يزي في البركة ذاك عندي مقول مغشش ياسر وذاك
مهرجان يركب الكيف حاجة تركب الكيف وتركب تركب الكيف الناس الكل في وكتعرف السمعة متاع السينما التونسية معناها سلبية في السنوات الأخيرة. وعموما الناس يقولوا كل ما يمشي وشوفوا فيلم تونسي يقولوا وين ماشية فلوسنا. سمعتوه تونسي في حاجة تشوف الجمهور هذا معناها كنا نبكي ونقولوا مع الناس السوق يخطلع فما جمهور معناها الأيام كتاج هذه وضحت لنا معناها بالكاش إنه فما جمهور يحب يتفرج في حكايته يحب يتفرج في تصاور يحب يتفرج في روحه زيدا يحب يتفرج في العالم يحب يشوف في روحه معناها إنه هذا يعني إنه السوق موجود وكلنا مواجبين بالعمل اللي قائم به وطوى مرشحينك ما أهم أنا تحت أمركم سيد ناصر. في بالك اللي عطينا فيزا لتأسيس رابطة عند حقوق الإنسان أي سمعت من جرائد اليوم السيد رئيس محبش وأنا بدي ما كنتش مقتنع بالفكرة لكن بعد برشا أخذ ورد ظهرنا لازم نحلو اللعب ونعطيو لها الحويرة المعارضين ترفع دمي باش نشوفو. الناس قالوا لي نعتبروا لي الفيلم يعني بدا يعمل في مصالحة بين الجمهور والسينما التونسية. نعتبر بالنسبة لي اللي أحسن جائزة هي هذيك اللي تحصلت عليها ولهذا المهرجان هو إضافة بالنسبة لي. إذا كان في جوائز مرحبا إذا كان ما في جوائز ما فما حتى شعور بالكبت لأنه اللي عملنا من أجله الفيلم تحقق. الغاية ما كانتش أنه الفيلم يعجب، الغاية كانت أنه الحكاية توصل معناها أنه حكاية خليل الخلساوي وحكاية صديقته وحكاية البلاد في الوقت ذاك تتعدى لأنه من وراها منها فما فكر تنويري كامل مهم أنه أننا نحكيه عليه وأننا نخاطبه نفسنا فيه. كي أنت تحدث مصالحة ويجيوا الناس يقولوا لنا مصابي اللي وراك يكملوا في الثنية هذه ولو أنه فيلم متواضع بإمكانيات متواضعة يعني خير لك من أعز جائزة يعني هذا احنا اللي حقيقة عملنا الفيلم من أجله. باش يستعملوك يقضي بك حاجتهم. بالعكس أنا راح أتركها وأنا نقول لك لحقوق الإنسان بيترينا. علاش بيترينا؟ والمعارضة اللي فيها كنكوز رماد على عيني. لا اللي يلزمنا نواجههم وندافع على مكاسب الميدان هذا شنو نفهم؟ شو باش تقول لهم على الحريات؟ اللي احنا عايشين في سويسرا؟ علاش سويس؟ مش يعمل دور على الجيران مش يحكي معايا. زيد حكيت معاك. عمرنا ما نتفاهم. C'est un excellent film, voilà. C'est à revoir et à revoir. Ça donne une image de la réalité, ce qui s'est passé à la période de Bourguiba. Un film à voir. Je conseille tous les Tunisiens d'aller le voir. C'est cool de dire qu'il y a une histoire de Tunis, mais il y a beaucoup de choses. C'est une histoire qui s'est passée dans les 80s et 70s. C'est un film. C'est une histoire sur les Qawmiens, sur les gauches, mais sur les Islamiens. في 78 راهي البلاد تقلبت وتحرقت ومعناها ويسيرتو هذيك معناها حكايه عليها حكايه برك كتبها شنو كوفر فيه تكتب لي كوفر فيه خاطر شنو فما علاش عاملوا كوفر فيه شنو فما في البلاد انا بون يمكن عشت البارتي هذيك فما ناس ما عاشوش ما يفهمش شنو علاش كوفر فيه لكن الكوفر فيه البلاد شعلت وبلاد قامت لقيامة والطرف الكبير فيها هو الاسلاميين هذه تهم خطيره. انا اكد لكم اللي الدولة مستعدة للحوار مع الشباب وفي كل وقت ولكن زاد الشباب يلزم يتعلم الصبر ويفهم اللي بلادنا دولة فتية واللي عندها أولويات في مقدمتها معركة التنمية الشاملة. ما تلفناش يا أستاذ نذكرك اللي مهمة الرابطة هي الدفاع عن الحريات مش على سياسة الدولة. أما حريات كبيرة أجماع اللي شدوهم القاهم يتبرموا في الحرب الأهلية في لبنان كبرناهم قرميناهم رديناهم عباد وطوى يحبوا يعرضوا اليد من وكلته كملوا حاسبهم على ولي يتنفسون في الديماراج زاد راهو حكايه كبيره ياسر اللي هي نتاع تاطير واللي في الجامعه هذيك راهو قاعد يسير خنار كبير كبير يلزم يقفوا له الناس الكل كوارث راهي كوارث. هذا مازال العسكر مرحبا بك في قدمك. روحت نطلع على داري ووصلت في التاز بتاعك ما تفكرنيش. الرقابه على دستوريه القوانين موضوع مو سهل هذاك علاش نحب نزيد نحكي معك.
مش كان نحكيه في الديري واحسن. استاذ طلع معلم، طلع معلم ويعلم بالكدير، وفما الاموسيون، فما الاموسيون. فيلم عجبني برشا، سيرتو اني سمعت انه تصور قبل الثوره، يعني اذا الفيلم هذاك تصور قبل الثوره يعطي صح ورا برشا حاجات احنا نعرفوها مي ما كانش تتعرض معنا في السينما، ما كانش فكره موجوده في الاعلام. ايش قولك لو كان الاستاذ تعرض قبل الثوره؟ ما نتصورش كان يخليوه يتعمل، ما نتصورش كان يخليوه يصور ومن نصل قبل الثورة. هو صوره قبل الثورة؟ ما يتعادش قبل الثورة، حتى كان تعاد قبل الثورة ما نتصورش كان يحرك كي شوية، ما نتصورش كان يأثر، كان عنده تأثير. سيد الرئيس ونوابتي ما تتحمل حتى مسؤولية في تغيير موضوع الريبورتاج. سيد الرئيس ما تعرفش اللي يتستر على أفعاله ممنوع يتسمى مشارك فيها؟ واعي بالشيء اللي عملته؟ اللي عملته مش مخالف للقانون. حددتهم على واحد شنو؟ اسمه تليم. ما نعرف حد اسمه تليم. هذه اعترافات قدام. اعترف تحت الضغط. التعذيب مخالف للدستور. المحكمة ما تخليكمش تخرجوا سمعة رجال الأمن. وريت بقى يعترف الحكم التحقيق أما ما حدش سجلهم في المحكمة. تحب نوريك سيد الرئيس؟ الناس نوريك. مستحيل. هذا انتهاك بحرمة المحكمة. هاي تخرج عليهم الموقوفين كل رفعت الجلسة. الأستاذ كسر شوكة السلطة. الأستاذ كسر العصا في يد السلطة. أنت في يد شكون كسرت العصا؟ أنا إذا كسرت العصا ولا يعني الكلمة يعني قوية برشا. أنا والحبيب الهادي عام 2008 سألنا نصدموا ولا لا، وقت اللي الناس الكل اللي دايرين بينا يقول لك فيلم سياسي في تونس ولو أنه يحكي على 77 تو المجراب تهمزوا مرافقوا ويقول لك تعمل في الإسقاطات وتقصد فينا أحنا. يعني وقت اللي الناس قالوا لكم وخروا وقلتوا لا نصدموا، قلنا لا نصدموا. هذا بفضل الحبيب الهادي بالدرجة الأولى ومش محابات، لأنه مقلال المنتجين التوانسة خاصة فك الفترة اللي يقدموا على فيلم سياسي يعني بالدرجة الأولى يتناول المواضيع اللي تعرفهم الكل، فهمتني؟ ولهذا أنا مدين للحبيب الهادي بوجود الفيلم هذا. وإذا كان جرأنا وقتها، وقت اللي قلنا نقدمه، فما شكون عيب عليا وقال لي كانك راجل أعمله على الزين، وقلت وجاوبته أنا بكل واقعية وبكل براغماتيزم، قلت له مانيش انتحاري، فهمتني؟ أما التونسي باش يفهم. أنا نصور الفيلم هذا لو كانت عدى بعد الثورة ما صارتش، مشاش بن علي ما يخش الفيزا ما تخش تونس في المدى. فما مخرج يتجرأ أنه هو باش يصور في عهد بن علي الفيلم هذا تصور في عهد بن علي؟ احنا نعرفوا انك مجرد انك تخمم انك باش تكتب السطرلول من السيناريو، يعني كانت فما تبارك الله يعني الصبه معروفه، مازلت انت تخمم باش تكتب السيناريو ديجا تقمع ويتنحى باش تصور، وباش تصور زاد تصور على احداث، يعني باش تصور على عمال المناجم، باش تصور على الاحتجاجات على المظاهرات، هذه حاجه كانت مستحيله. الفيلم هذا بالعكس هذه حاجه هو يتشرف بها انه يقولها اللي انا صورت الفيلم في عهد بن علي. الفيلم هذا تصور اخر جمعه من التصوير هي جمعه الثوره، يعني كانت جمعه الاخرانيه هي جمعه اللي قامت فيها الثوره، وهذه حاجه يعني حاجه مشكون، يعني حاجه باهيه، مش ما نصورش انه هو بلغه اخرى يتفخر بها، بالعكس. انا قلت ماهوش بالضروره ندخل في مواجهه مباشره مع نظام الزين اللي ربما تسفر على منع الفيلم نهائيا. بالديكتاتوريه نتاع بن علي ما يتعرضش مالوريزمون، مي تزيد شوف تلقاه سي اون رياليتي كو نو افون فيكو لوسكو On a commencé notre carrière professionnelle et c'est un mouvement qui a démarré les années 60 et dont les répercussions n'ont été faites qu'après quelques années. وقت اللي بورقيبة تعب ومرض ووقفت الأمور نتاع بورقيبة صحيحة بدينا نراو في المشاكل، والمشاكل ريناهم وقت اللي بدات العملية من عام 74 75 وكملت عام 77 avec toutes les grèves qui ont eu lieu et avec les émeutes du 28 janvier du 26 janvier 78. انا قلت للجماعه قبيله قلت كان جيت عارف راني بن علي قلت له بربي زيد ساعه ونص قبل ما تاخذ طياره خلينا نعدي الفيلم وما دامك في تونس. لا يعني بلاغا باغ كما يقولوا بالفرنساوي، احنا يعني حتى تكتمل المغامره
ويحكموا علينا معناها على جرأتنا واللي قدمنا عليه سواء في الكتاب وفي التصوير وفي التوزيع ومواجهة السلطة فيما بعد يعني والجمهور فيما بعد. تبارك كنت نقول فيها ذكرتكم من بلادنا دولة القانون ما نفكر خليوا العدالة تخدم خدمتها. نعرفوها عدلت صراحة ودي ما تشوف منا حكينا نعرفك واصل صدقوني عامل أكثر من جاهل من ثورة حتى وقعت فينا مخب القلاية شكون هو الخالد حتى يتم إطلاق صراحة زميلتنا ودانا عسكري توا شفنا زوج تونسيين في الكومبيتيسيون فيلم مملكه النمل اللي هو ضرب على الوتر العربي وفيلم الاستاذ اللي هو ضرب على الوتر التونسي بين الوتر العربي والوتر التونسي حاجه باهيه برشا في هذا يمكن قعدنا يعني محافظين على هويه السينما التونسيه اللي هي ماهيش في اتجاه واحد واللي هي يعني تضرب على برشا أوتار. مملكة النمل يعني خذا قضية قومية قضية عربية قضية فلسطينية وهذه حاجة به يعني احنا نعرفوا يعني المعاناة اللي عانيها الشعب الفلسطيني ومن طول حاجة به برشا اللي احنا نرجع شوية بالتاريخ التونسي ونعرف المعاناة اللي عانيها الشعب التونسي في الحقبة معينة من تاريخ البلاد هي الفترة الممتدة من بين 77 و78 يعني الفترة التكوين رابطة حقوق الإنسان والفترة اللي شهدت يعني احتجاجات وكيفاش يعني احتجاجات نقابية احتجاجات طلابية فترة باهية برشا للجيل الجديد اللي ما عايش الفترة هذيك. أنا تونس تمني منيش وطن العربي بكل صراحة أعطيني تونس بلادي لباس شعب لباس والحمد لله رب العالمين. قضايا اللزوز ينفعونا القضية القومية والقضية الفلسطينية تنفعني والقضية والتاريخ التونسي اللي هو يقعد معانا تنفعني زاد. مين يعدل القانون؟ التونسية ولدت لنا العديد من الأشرطة الوثائقية وفي الأيام قرطاج السينمائية ودورة 24 وخصيصا في البانوراما سينما تونسيا نلقاو زوز أشرطة الأول بعنوان 14 جانفي كرونيك دون فيريتي وديموكراسي أني زيرو زعما كي نعملوا الفوزيون ما بين زوز هذوما 14 جانفي وأني زيرو كيفاش ولا قداش تطلع الحسبة زيرو ولا 14 تشوف قاموس العالم نلغي الكلمة صارت من سي قاموس العالم نلغي وليش تيحكوا فيها كتير فيلم وفيق بالوقت ايها ما حب البروجيكسيون ما هيش برشا يعني قاعد يقص الفيلم فما فوت تاع تكنيك تاع ماتا بروجيكسيون الفيلم ما يمشي ويقف توا عنده حكايه توا 7 دراج معناتها مش توا بركه فهمني بون فما بروبليم من باري فما بروبليم تكنيك رجونا التصويره ديما تقف روتيني التصويره تقف في الاخر بالكل دائما مرجونا واحد خرج هكا ومفيش فايده طب فني نستغربوا في ايام بالاهميه هذه فرانشمون سي سكاندالو على خلفيه المناظره اللي قامت بها شركه اسفار في قفص الانتداب اعوان تنفيذ بطبيعه الحال المناظره هذه شهدت كغيرها من المناظرات الموجوده في بلاد تونسيه وغيرها من الاستحقاقات التشغيلية في تونس شهدت محسوبية ورشوة واعتماد ومعايير غير عادلة ديموكراسي يعني زيرو قداش تعطيه؟ على قداش؟ سير 10 ولا سير 100؟ بون سير 10 فما 7 سير 10 بون ما نعرفش مون 10 ديموكراسي زيرو سي زيرو
سي زيرو. علاش نعطيهم بون نوت؟ خاطر شباب وثق لنا وهذا باش يقعد لنا توثيق للتاريخ. راه très vite, les manifestations se structurent grâce aux syndicalistes locaux de l'UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, l'unique et très puissant syndicat du pays. Et à la tête de la section de Redeyef, Ranan Haji, bientôt surnommé le lion du bassin minier pour sa pugnacité face au pouvoir. فيلم كرونيك دون فاليتي يومية حقيقة هو فيلم تحقيقي وثائقي يحاول باش يكشف برشا تفاصيل مازلت ممكن ماهيش معلن عليها في يوم 14 جانفي كما كنتوا تتفرجوا معناها ثم حقائق جديدة يعني ممكن يقولها شخصيات يعني من اللي كانوا حاضرين من الحقوقيين والمناضلين والنقابيين. حنايا نتاع الصباح رابية المصراوي والرفيقة ريما الحمروني كانوا موجودين قدام الداخلية يطالبوا إطلاق سراح محمد مزاني اللي هو رفيقنا وزوج الرفيقة ريم الحمروني وحمد همامي اللي توقف نهار 12 جانفي على خلفية تصريحاته في فرانس 24 ضرورة رحيل النظام تاع بن علي. ما جاش موضوع 14 جانفي ولا موضوع الثورة يظل لي لن نشوفه دوكيومنتير لن نشوفه أفلام. شيء طبيعي هو يعني اللي استفزني انا العروين نتاع 14 جانفي هو اللي خلاني نجي ونصر على متابعه هالشريط الوثائقي. هي ماشي معاك لكن اللي شفته انا ما جاب حتى شيء جديد، الحكايات هذوما عرفناهم جماعتين بعد الثوره مع كامل احتراماتي ليه الشريط الوثائقي عادي جدا، وتفاجات اللي سالت على المخرج طلع صغير في العمر. 14 جانفي حتى منظمه العفو منظمه العفو الدوليه سلطات التونسيه للافراج عن جميع المعتقلين، لان لاحظنا اللي الاعتقالات تم نتيجه التعلات ونتيجه اتهامات في الاغلب سياسيه، والجهاز الامني يقوم بتعسف بشكل كبير في عمليه الاعتقال، كذلك عدم احترام الاجراءات يتم بها عمليه الايقاف وعمليه الاعتقال. مثورات ما خرجتش. مثورات ما خرجش، اما الطرح يتبدل من الواقع اليوم اللي معنا المحيط بينا كله في مفاهيم جديده، اللغه نتاعنا تبدلت، طريقه التواصل نتاع التونسي تبدلت ومتاع معنا الدول العربيه اللي قاعده يصير فيها تغييرات قاعده تتبدل، فهذا شيء مهم جدا. يعني نتصور انه القيمه نتاع الافلام هذه ممكن من بعد 20 و 30 سنه باش تكون عندها قيمه كبيره ياسر. يعني في الساعه 9 صباحا وغير بعيد عن المبنى الرمادي كانت إرادة أخرى تتجمع هناك أمام الوزارة الأولى في ساحة القصبة. تجمع المحامون والحقوقيون ببدلاتهم المهنية استعدادا لمسيرة ستتجه إلى المبنى الرمادي. اللي قلقني الفؤو في السيد اللي قرأ النص هو نفسه اللي قرأ النص بعد الانقلاب متاع 87، هو نفسه ونفس الأداء ونفس الكلمات تبدلت بركة. يا شعب يا عظيم، يا شعب يا كبير، يا شعب يا محمود، يا شعب يا محمود. هكا نجيو الختام حصتنا، ان شاء الله تكونوا عديتوا وقيت حلو معنا واستمتعتوا من خلال فقراتنا. نذكركم اللي موعدكم مع الزوم جيسا سيتعاود نهار الاثنين في نفس التوقيت مع اكثر مواكبات. انا ما بقى لي كمش نقول لكم بسيمه.